صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميت غاديو، مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسلامة. هو موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة والسلامة ديالكم، واليوم مرافقني الدكتور مصطفى الودغيري اللي هو طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. صباح الخير دكتور الودغيري، أهلا وسهلا بك. صباح الخير أستاذ ثاف، أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا. بارك الله فيك. اليوم إن شاء الله موضوعنا هو فعلا كان طلب ملح عند بزاف ديال الناس اللي بغاونا نتكلموا عليه من خلال برنامج صحة وسلامة من خلال الرسائل اللي كانت كتوصلنا. فبزاف ديال الناس كانوا طالبونا دكتور ودغيري باش نهضروا على لي كورتيكويد او العلاج بالكورتيزون، وكنعرفوا على انه كيكون علاج ديال بزاف ديال المشاكل الصحيه والحالات المرضيه. اليوم غادي نعرفوا القوه ديالو فين، علاش كيتعتبر علاج سحري، وحتى الفعاليه ديالو كتبان في واحد المده اللي هي قليله، وقتاش كيصبح خطر او كيشكل ضرر على الصحه ديال الانسان. فهذه نقاط ان شاء الله غادي نتعرفوا عليها اليوم معاك من خلال برنامج صحه وسلامه. لذلك اوفياء انا مرحبا بكل تساؤلاتكم، وارقامنا غتكون مفتوحه كالعاده وراه اشارتكم، هي 05 22 46 72 50 51 او 52. كذلك كاين رقم التواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس، كيكفي في اول الرساله اللي غادي تبعثوا بها كتبوا فقط كلمه صحه اس ا اش ا، خليو فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم في رساله قصيره اس ام اس للرقم 5080، وثمن الاس ام اس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. في البدايه دكتور مصطفى الودغيري، لو بغينا نقرب المستمعين الكرام من الكورتيكويد او لهذه الماده، وكيف ما قلت يعني بزاف ديال الاخصائيين كي يعني حتى الاكتشاف ديالها يعني كان الا بغينا نقولوا واحد نقله نوعيه في الطب عموما، فهاد الماده اشنو اللي كيخليها بهاد القوه هادو والفعاليه ديالها دغيا كتبان؟ نعم كيف ما شرتي فعلا هذا دواء سحري فعلا، لان عند مجموعه ديال المنافع، مجموعه ديال الاختصاصيين كيستعملوا هذا الدواء في مجموعه ديال الامراض اللي غنتكلموا عليها، وتخصصات اللي هي مختلفه، جميع التخصصات تقريبا، جميع التخصصات. نعم باش نرجعوا للاكتشاف ديالها، هذه الماده بعدها هي هرمون كورتيزون، واحد الهرمون كتنتجها واحد الغده فوق الكلي كيسموها فرنسي لي سورينال، الغده الكظريه. الغده الكظريه بالضبط، شكرا. اذا هذه الغده هذه كتنتج هذه الماده الهرمون، وعندها واحد مجموعه ديال واحد الدور كبير في الجسم ديال الانسان، تقريبا كتدخل في جميع الوظائف ديال الاعضاء، الكبد، القلب والشرايين، الغدد بصفه عامه، العضلات الى اخره، واحد المجموعه عندها تدخلات كثيره ما يمكنناش ندخلوا في التفاصيل، ولكن عندها واحد مهمه كبيره في الجسم. تم اكتشافها في تقريبا في 1930، وتم يعني اخراج واحد الماده مشابهه اللي هي الكورتيكويد، مشابهه للكورتيزون سانتيتيك، يعني تم انتاجها. نعم. واول مره كتستعمل كدواء في 1940 لعند واحد السيده كانت كتعاني من مشكل ديال الروماتويد، مشكل المفاصل، فعطات نتيجه كبيره، يعني كان واحد راحه بالنسبه للسيده اللي كانت عندها هذا المرض هذا. ومن بعد مع الوقت بقات كتطور باش تولي مناسبه للجسم، وباش ما يبقاش يعني اكثر، يعني كيحاول الاخصائيين باش ما يكونوش عندها اعراض جانبيه في الطريقه ديال الانتاج ديال هذه الماده ديال الكورتيكويد. يعني كاين انواع، كاين اللي هي قويه، كاين اللي هي ضعيف خفيفه، فالمختبرات طوروا شويه هذا الانتاج ديالهم، وعندنا دابا حاليا مجموعه ديال الادويه اللي هما لاباز ديالهم هي لي كورتيكويد، كنستعملوها في مجموعه ديال الامراض. هذا الكورتيكويد كاين على طريق اقرص، هي اللي معروفه كثيره، كاين كذلك حقن كندوزو خصوصا في الوريد في السيروم، وكندوزوها في بعض الحالات الحاده بعض الامراض اللي غنتكلموا عليها. كاين كذلك عن طريق ديكولير، يعني نقط العينين، كاين كذلك عن طريق ايروسول، الناس خصوصا اللي فيهم الضيقه كيستعملوا ذاك الرشاش اللي فيه واحد الماده ديال الكورتيزون. كاين كذلك طريق دهون الكريم، فهي المنتوج ديالها يعني كيقدر انه انسان واحد المجموعه ديال لي فورم متواجدين باش يستعملهم الانسان. نعم، عادة شنو المشاكل الصحية اللي كيتم وصف هذا العلاج فيها؟ نعم، خصنا نفرقوا بين هذه المادة كنستعملوها في حالة الحادة، لان الانسان كيقدر واحد المشاكل صحيه حاده، لان المهم اللي خصنا نتكلموا عليه ان المنافع ديالها عند مضادات ديال الالتهاب، سي دي زونتي انفلاماتوار، ففيما كان الالتهاب كتنقص منه، كنقص من الحده ديالو. فنعطيو مثال انه كيكون واحد المشكل ديال الفوطو ديال الربو ديال لازم، كاين كريز دازم، في هذه الحالات انه كنستعنوا بهذه الماده الكورتيزون اللي كتنقص لنا من الالتهاب، وبالتالي الانسان كيرتاح. كذلك مشكل ديال الامراض، بعض الامراض ديال الجلد، مشكل ديال الحساسيه،
هذه كتستعمل واحد المده وجيزه ديال تقريبا 5 ايام على 10 ايام ويعني والمنافع ديالها كثيره، لان ما خصش يعني المستمعين الافاضل خصهم يعرفوا ان هذا دواء اللي هو مهم جدا اللي كنحسنوا الاستعمال ديالو عنده منافع كثيره، ولكن المشكل فين كيوقع ان كتبدا تستعمل بطريقه عشوائيه، ملي كتكون مده محدده من طرف الطبيب 5 ايام الى 10 ايام في الحاله الحاده ديال مجموعه ديال الامراض اللي تكلمنا عليها ما كيكونش مشكل. فوقاش كنستعملوها كذلك؟ كنستعملوها بواحد الطريقه مده طويله، خصوصا الامراض اللي هي امراض مزمنه. نعم. خصوصا الامراض ديال المناعه الذاتيه. يعني كتعيش مع الانسان. كتعيش مع الانسان، مرض المناعه الذاتيه اللي كتكلم مرض الذئبه او مرض السركويدوس او مرض روماتويد. نعم. ومجموعه ديال الامراض اللي غنتكلموا عليها من بعد، هذه امراض مزمنه اللي خصو الانسان يستعملها مده طويله. وبالتالي ان الانسان ما يمكنش يجي ويقطعها بصفه يعني بواحد الفاسون بروتال، ما يمكنش يجي يحبسها. لان علاش ماشي شنو كيوقع؟ قلنا انه هذه الماده هذه لا كورتيزون اللي كتنتجها هذه الغده. فمع الوقت كاين واحد الاتصال بين الغده اللي فوق الكلى وبين الدماغ اللي كتعطينا واحد الهرمون كتحبس العمل ديال هذه الغده. الوقت اللي كنكونوا كناخذوا فيه حنا ديك الماده من على برا. فالغده اللي فوق الكلى ما كتبقاش تخدم. يعني كتولي كسوله في هذا الامر. كتولي كسوله بالضبط. فملي كنجيو نحبسوا بواحد الطريقه سريعه الدواء كنعرضوا لهذه الغده انها ما كتفشل فشل ديال لاسيسيون سورينيليان، وبالتالي الذات كتحتاج ذاك ماده الكورتيزون كيوقعوا مشاكل صحيه خطيره. تقد تؤدي في بعض الحالات الى الوفاه. نعم. يعني لا طونسيون كتقدر تطيح، كيكون اضطرابات في القلب، اضطرابات كذلك في 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 الاملاح في الصوديوم وفي البوتاسيوم، فهذو كلهم كيقدروا يديروا خصوصا كيكون مشكل ديال القلب كثيره. فهنا الانسان خصو يحتاط كثير 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 ملي يكون يستعمل الدواء بصفه مستمره. غادي نرجعوا مازال واحد النقطه كذلك اللي هي شائعه عند عامه الناس دكتور مصطفى الغيري، المساله ديال العلاج بالكورتيزون وعلاقته بزياده في الوزن. نعم. هشاشه العظام، هذا الشيء واش كاين ولا لا؟ غنكتشفوا ان شاء الله اليوم من خلال برنامج صحه وسلامه، ودكتور مصطفى الغيري غادي ياكد اولين في هذا الامر. ارقام التواصل معنا كالعاده غتكون مفتوحه وراه اشارتكم 05 22 46 72 51 او 52. واليوم رافقني دكتور مصطفى الغيري اللي هو طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، فمرحبا بتواصلكم معنا. وما تنساوش كذلك كاين رقم التواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس، كتبوا فقط كلمه صحه في اول رساله اللي غادي تبعثوا بها، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلان وراجعين مباشره، خليكم معنا. ورجعنا على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم باش نوصلوا حلقه اليوم لبرنامجكم صحه وسلامه مع الدكتور مصطفى الغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه، ومرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 او 52. في اول مكالمه معنا هذا الصباح امينه على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير امينه. صباح الخير عليكم اختي كبيره. اهلا وسهلا. الحمد لله، صباح النور. الله يطول عليك يخطيكم اختي. انا اللي اتصلت بكم الاسبوع اللي فات ودويت عندي جميع الامراض راه عاودت لكم عليها. اي نعم. لاله امينه مرحبا. دابا انا السؤال اللي سالته على الدكتور ما جاوبنيش عليه. شنو السؤال كان؟ الدم جامد في السنسول ديال الظهر اللور، وكنت ناخذ لي كورتيكويد وقلت لي السكر طايح عندي بالكورتيكويد. أيه؟ وكناخذ لي هيدروكورتيزول. اييه. لحد الان. أيه؟ عقلتي الاسبوع اللي داز دويت مع الدكتور. أيه؟ دابا بغيت نسولو واش هذاك الدم اللي جامد في السنسول ديال الظهر كيتزاد ولا لا؟ أيه؟ وبغيت نسالو واش يمكن لي ندير الرياضه ولا ما يمكنش لي؟ واخا لاله امينه وكنطلب منك السي الودغيري دكتور الودغيري غير توضحي لي اكثر. نعم. انت الطبيبه شنو قال لك؟ واش السنسول يعني في العظم عندك الدم جامد؟ الدم جامد في السنسول ديال الظهر حدا القلب من اللور. في الجهه ديال يعني تقريبا الكتف. ربما الدم عندك ربما الدم جامد عندك في العروقه اللي جيت الظهر في العروقه. شنو يعني قصدتي؟ انا عندي النوع راه قلت لك عندي النوع ديال بهجت. بهجت. نعم نعم نعم. انا درت لي ريم درت كل شيء بقى عندي جامد باربعه سنتيم في السنسول ديال الظهر. دابا الطبيبه اللي دوزت بروفيسوره قالت لي هو خلي هكاك دابا من تيتزاد ما والو، ولكن ما نقدروش مع المده شنو غادي يوقع. نعم. ودابا بغيت نسالك. نعم. واش انا ممكن مع كل هذا الهيدروكورتيزول اللي تناخذ الا نقصتو عليه شويه كيطيح لي السكر. ولا واش ممكن ندير الرياضه ولا لا؟ وعندي راه عندي روماتيزم ديال الحلاقه، عندي راه قلت لك عندي. لاله امينه غير فكري شحال في العمر ديالك؟
عندي 56 عام. 56 عام، كاين شويه زياده في الوزن، الوزن ديالك شحال؟ الوزن مع الكورتيكويد دابا عندي 86 كيلو، راه كنت كنوزن 96 كيلو مع الكورتيكويد ملي كنت ناخذه كنت كنوزن 96، دابا طاحت 10 ولكن وقف 86 ما بقاش كينقص. واخا لاله امينه نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله. شكرا لك تواصلتي معنا ودعوتنا لك ان شاء الله بالشفاء العاجل والقريب. فبالفعل كنتذكروا دكتور دغيري فامينه لما كنا تكلمنا وقلنا هي نموذج ديال الانسان لما كيتصاب مجموعه ديال الامراض وفعلا كتبدا المعاناه، لانه ما كيكونش ربما غير طبيب واحد اللي خصو يتابع الحاله ديالو، خاص يكون فريق يعني كل واحد في التخصص ديالو، وخاص يكون حتى ذاك التواصل ما بين الاطباء اللي متبعين الحاله ديالو. هي دابا السؤال اللي مأرقها وبغى تجاوب عليه مباشر دكتور دغيري، المساله ديال الدم اللي قالت عندها مجموع يعني حسب هي ما قالت في السنسول ديال الظهر، ولكن دابا شرحت قالت في الجهه ديال القلب وقريب للكتف. انت شرحتي على انه ما يمكنش يكون في السنسول بالضبط وانما في العروق اللي هو مقرب لهذيك البلاصه. دابا هي كتسولك مستقبلا واش كاين الامكانيه على انه ذاك الدم اللي جامد يزيد يجمد اكثر والكميه تزاد. نعم ربما المسألة توضحت أكثر، لأن يعني الدم جامد في السلسول الدار ما عندهاش واحد التفسير علمي، يعني علميا ما غير مقبولة، لأن السلسول ديال الدار فيه النخاع الشوكي. نعم ما يمكنش يتجمد فيه. ألوغ شنو كاين ربما هي قصدت وكنظن هذا المشكل، أن العروقة اللي قرب السلسول ديال الدار لاورت ابدومينال كتسمى، وفعلا الناس اللي عندهم مرض البهجات هذا المشكل، أنه كيوقع مشكل ديال كيتجمد لهم الدم في العروقة ديالهم، سواء كانت في العروق سواء كانت في العروقة ديال الرجلين أو ديال العنق أو ديال الدماغ. كيبداو يتخنقوا، ففعلا ان هذا المشكل وقع واحد تقريبا قلت 4 ديال السنتيمتر، فهي هي يعني كبيره يعني طويله 4 سنتيمتر بزاف، فخاصها انها تستعمل فعلا الادويه ديال خاصه بمرض البهجات، خصوصا ملي كيكون كتقول لها بوسي يعني كيكون مرض في البهجات في واحد الحاله ديال حاده، ان تاخذ الكورتيزون واحد المده وتبقاو نقصوا منه بشويه بشويه. اللي كناكدوا عليه انه خاصها تبقى تستعمل ذاك الادويه اللي كتجري الدم لي زونتيكواغيلون المده تقدر تاخذ سنوات، ماشي غير 6 شهور او سنه، ربما تاخذ 4 سنين 50 او اكثر. كتبقى الحيطه انه الانسان كيراقب الدم ديالو باش ما يكونش جاري بزاف، باش ما يبقاش نزيف، وباش ما يكونش يعني ثقيل ما يصلحش ذاك الدواء لشي حاجه. فهاد الاطباء كيعرفوا هاد المساله، وحتى المرضى كنحاول نوعيهم في هاد المساله، انه كتكون مراقبه مع الطبيب تاخذ الدواء بصفه مستمره، لي زونتيكو خصو تاخذ مده طويله كما قلت مده سنوات، لان المشكل فين كاين انه تقدر يرجع المشكل يتجمد الدم في اماكن اخرى في بلاصه اخرى. بالنسبه سالت على الرياضه، ما كاينش مشكل انا يعني التمارين الرياضيه اللي هي بسيطه كالمشي او يعني ماشي يكون خفيف، ما ديرش شي مجهود اللي هو كبير، حاول كذلك تتفادى كل الامراض ولا كل العوامل الخارجيه اللي غتاثر على مرض البهجات، كنفضل لو ستريس الضغط النفسي، كبعض التعفنات لي انفيكسيون فيرال الى اخره، كبعض الادويه كذلك يقدروا ياثروا عليها، فهنا خاصها ان تاخذ الاحتياط ديالها. مرض بهجات ومرض مزمن تكلمنا عليه في واحد الحصه، وخاصه متابعه طبيه مع الاخصائي يعني مرض مزمن اللي كيستدعي انه يكون واحد الاستمراريه في التسبوع. نعم هنا بالنسبه لذاك الدم اللي عندها جامد، كاين الاحتمال ديال تدخل جراحي في بعض الحالات؟ كتنصحوا بالجراحه ولا لا في الحاله ديالها هي عندها اكثر من مرض؟ لا في هذه الحاله لا، ملي كيكون هذه الحاله هذه ما كاينش شي عمليه اللي كدار باش كتسرح دوك العروق، لا ما كايناش، لان حتى واخا يعني بعض الحالات انه ملي كيكون يعني المسافه يعني نقول كيكون قصير ما كتكونش طويله، يعني 4 سنتيمتر يعني كتسمتها كبيره، باش دير عمليه راه خطر بالنسبه لها، ويعني كتطلب واحد المجهودات كبيره واحد الطاقم طبي جديد متخصص. انا عندي حاله كنت متبعها واحد السيد عنده مرض البهجات نفس الحاله وعنده اكثر من 4 سنتيمتر، وفعلا ما قدرتوش امكانيات الحاله متوفره، ما يصعب باش دير عمليه باش كيدير ان بونتاج، مساله شويه صعيبه. نعم اذا غادي تستفيد هنا بالعلاج، الرياضه كيف ما قلت الا كانت خفيفه وما فيهاش مجهود كثير يعني ما كاينش تخوف منها. بحال المشي مثلا 3 ديال المرات في الاسبوع مزيانه الحاله ديال امينه. نعم نمشيو هاد المره نتواصل مع ابتسام على الخط معنا من مدينه فاس. اهلا بك ابتسام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيبقيتي اختي لاباس؟ الحمد لله ابتسام شكرا لك. كيبقى الدكتور ديالنا لاباس؟ الله يبارك لك شكرا. الحمد لله. عافاك دكتور، بغيت غير نتشاور معاك حيت انا من قبل كان عندي واحد المشكل في لابو ديالي في البشره ديال الوجه ديالي. كانت عندي ناشفه بزاف، وكنت في الاول مشيت عند جينيراليست وكان قال لي هذيك عندك لي شامبينيون في البشره ديالك. وكان خرج لي واحد الكينات كيتخاذوا حبه وحده في السيمانه ديال لي شامبينيون، وكان خرج لي معاهم واحد البوماد كورتيكويد كنديرها لوجهي.
ومن بعد بقيت نتبع داك التريتمون واحد المده ما لقيتش عليه، بقاو هذاك الشيء بقى هو هو، غير بالعكس عاد ممكن نود لي القشره وهذا. قررت انا نمشي عند سبيسياليست، ومنين مشيت قال لي لا هادو ماشي دي شامبينيون، هادو عندك نشوف هي ديال الوجه وعندك لا بو سونسيبل. ملي كتكوني في البلاصه اللي تتكون بارده بزاف وتتخرجي مثلا في لاكليم بحال دابا في البرد، كتكوني قدام لاكليم سخونه لا بو ديالك كتخرجي للبرد كيدير لك هذا المشكل هذا. وحتى وقال لي ولا بو عندك ناشفه. المهم انا دكتور وهذاك التريتمون كنت تبعته مده شي عامين ولا، واش ما عندي زعما شي تخوف من داك التريتمون اللي كنت كريت، سورتو ان داك الكينات قال لك تيضروا الكبده. كتكلم على الدواء اللي عطاك ديال لي شامبينيون هو اللي كتكلم عليه ديال المره في الاسبوع. وي خديتي مده ودوك لي كورتيكويد دكتور اللي درت في لابو ديالي زعما واش ما عندهمش شي تاثير. شحال مده خديتي لي كورتيكويد ديال اللي في شي مده عامين دكتور وانا متبعه مع الجينيراليست. والدواء ديال الخاص بالشامبينيون شحال خديتيه؟ خديته مده شي عام تقريبا. عام كذلك واخا. نجاوبوا على سؤالك ابتسام شوك. نعم عندك بغيت غير واحد الاستشاره غير بالنسبه لان ملي كنبقى ندير واحد لي فور ولا كندير رياضه فمي كيبقى يجري بالماء، زعما شنو واش هذا كاين، واش عندي زعما شي مشكل؟ شنو النوع ديال الرياضه اللي كديرها ابتسام؟ ملي كنجري ولا اي حركه درت، المهم غير ندير سبور كنبقى نحس بفمي كيجري بالماء. واخا. انت شحال في العمر ديالك ابتسام؟ عندي 23 عام. 23 سنه الحمد لله. ما كاينش شي مرض مزمن بحال السكر مثلا؟ لا لا ما عندي لا سكر لا طونسيون لا حتى حاجه. الوزن كيف داير؟ الوزن عندي نورمال، زعما عندي كنوزن 55 كيلو. 55 كيلو واخا. نجاوبوا على سؤالك ابتسام، شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه فاس. اذا هذه حاله دكتور مصطفى الغري اللي ربما ما عرفتش انت هنا المده كيفاش كتبان لك، واش طويله ولا لا؟ المده ديال استعمال الكورتيكويد وصلت حتى لعامين. كيكون عندها شي تاثير؟ نعم على حسب يعني التشخيص. دابا حاليا الطبيب تشخص انه كاين اجتفاف ديال الجلد، يعني نشوفيه ربما كان كذلك مشي ديال الحساسيه، واضطر انه يعطي هاد الدهون اللي هي كترطب الجلد وكتنقص من الحساسيه. هنا كيرجع كيخلينا نتكلموا على الاعراض الجانبيه ديال هاد الدواء اللي هو اباس دو كورتيكويد. قلنا انه فعلا لا بريزونطاسيون ديالو لي فورم ديالو متنوعين، كاين اقراص، كاين دهون، بوماد، كاين بوماد، كاين ديكولير، كاين لي زايروسول، كاين حقن، كاين هي الحالات يعني كثيره. كيف خصنا نعرفوا ان كيف ما كان الحال عندهم واحد الباساج سيستيميك، يعني واخا كيدار دهون ولكن كذلك واحد الكميه ربما كتكون بسيطه كدوز في الدم. فهنا كذلك انه الانسان يحتاط دائما تبقى المتابعه مع الطبيب باش يحدد له المده، لان كيكونوا ديزيفي سيكوند، كيكونوا اعراض جانبيه رغم انه كيكون دهون او كيكون واخا لي زيغوسول فعلا الكميه كتكون ضعيفه جدا، ولكن خصوصا فوقاش كنتخوفوا ملي كيكون تناول الاقراص بصفه مستمره وكميه كبيره، هذه كيكونوا الاعراض الجانبيه اللي غنتكلموا عليها توتالوغ. فهنا خاص سنتين ممكن ان يكونوا اعراض جانبيه، ومن الافضل اللي شاف ان الطبيب كان ممكن انه يعوض لها بمسائل اخرى، ربما دي كريم ايدغاتونت، ربما دواء اخر اللي غادي ينقصنا من الحساسيه غادي يكون افضل، لان ممكن انه يكونوا اعراض جانبيه من بعد. الاعراض الجانبيه كيفاش كتكون وكيفاش كتبان لاول مره؟ نعم الاعراض الجانبيه جد متعدده، جد تقريبا نحصرها في 10 ديال الانواع. كاين ما هو عام كفعلا ان الانسان تناول الكورتيكويد مده واحد المده كبيره والكميه كثيره كيجعل انه ياكل بزاف وتفتح له الشهيه وكيزيد في الوزن ديالو. وانا غير باش نفتح واحد القوسين، ان معروف ان في الاقاليم الجنوبيه ديالنا واحد العدد ديال النساء عندهم تقريبا من العدد ديالهم في المجتمع انهم خصهم يكونوا في كتدخل عندهم في معايير الجمال داك الوزن الزايد. نعم فكيتناولوا مع الاسف بصفه عشوائيه هذه الادويه هذه، وكتعرضوا لمشاكل صحيه كثيره، وكاين حالات كثيره ديال المشاكل كتوقع فهذاك زياده الوزن، لان حنا نتكلموا ان كاين اعراض جانبيه اخرى اللي كيقدروا يوقعوا، فمشكل ديال الزياده في الوزن، مشكل الشهيه كتكون مفتوحه كثيره، مشكل الوجه كيبدا يتنفخ،
الدات كلها كتبقى تنفخ، خصوصا الوجه كيبان في الوجه، اما كيتسمى انسان روكوشينويد، يعني الوجه كيكون منفوخ باين مع تناول هاد. واسمح لي في هذه النقطه مادام حنا مازال فيها دكتور مصطفى الغيري، المساله ديال انه لي كورتيكويد كيحبسوا الماء في الدات، كاينه فعلا هذا الاحتمال؟ فعلا احنا جايين هذه المساله هذه باش نمشي مباشره، انه فعلا كتسمى اون فرونسي اون ريتونسيون هيدروسود، يعني كيحبسوا الماء والاملاح في الدات. ملي كيتحبس الماء والاملاح كيكون في ارتفاع، وكيقدر المشكل ديال ارتفاع الضغط الدموي. نعم. الأعراض الجانبية اللي معروفة أنه الضغط الدموي كيرتفع. كذلك مشاكل أخرى اللي نقدر نتكلموا عليها، كذلك عندنا مشكل ديال السكري، أنه إنسان ملي كيكون كيتناول لي كورتيكويد كيقدر يتعرض نفسه أنه يبان مشكل السكري كيتسمى لو ديابيت كورتيزونيك، يعني السكر كيطلع في الدات وكيقدر يبان كاريمون، يعني يبان واحد المشكل ديال مرض السكري اللي خصو علاج بصفة مستمرة. كذلك مشكل ديال العظام، تناول الكورتيكويد مده طويله وربما بصفه عشوائيه انه كيجعل تسبب مشاكل ديال هشاشه العظام. وملي كنتكلموا على هشاشه لوستيوبوروس بوست كورتيزونيك، ملي كنتكلموا على هشاشه العظام يعني كنتكلموا انه انسان يقدر يتعرض للكسور في اي وقت، وخصوصا مساله كنلاحظوا عند الاشخاص المسنين انه ربما شي سقوط بسيط او شي حركه غير يعني هذا، فيمكن انه يقدر يوقع واحد الكسر اللي كيعندو تبعات كثيره وكثيره جدا. كذلك في الجلد، قلنا انه تناول هذا المشكل هذه الادويه ديال الكورتيكويد كيقدر يخلق عندنا مشكل في الجلد، فالجلد كيولي يعني كينشف وكيولي كيتمزق بسهوله. كاين حالات ان الجلد كيولي يعني تري تري سنسيبل. كذلك لي موسك العضلات كيوليو سكون ابي ناميوتروفي، يعني لي موسك كيوليو ما كيبقوش داك القوه ديالهم، كيوليو فاشلين يعني العضلات ما كيبقوش قويين فكيقدروا يفشلوا. فتكلمنا المشاكل كثيره جدا. كذلك تكلمنا على العضلات، تكلمنا على العظام، تكلمنا على المشكل ديال السكري، المشكل ديال التونسيون. فهادو تقريبا المشكل ديال العينين ممكن كيقيس العينين المشكل حتى هما. المشكل العينين كذلك كيقدر يتسبب في بعض الحالات في لا كاتاراكت في الجلاله او في الجلوكوم، ارتفاع ديال الضغط ديال العين. كذلك بالنسبه للمعده، التناول الكورتيكويد المساله معروفه كتقدر تسبب لنا في التهاب المعده او في تقرحات في المعده لوسير كاسترو ديودينال، يعني كذلك داكشي يعني في الغالب ملي كنعطيو الدواء كنعطيو بعض الحالات الادويه اللي كتحافظ لنا على المعده. نعم. من بعد ربما المستمعين الكرام لما يسمعوا هذه الامور كلها غيعيدوا النظر في الاستعمال ديال الكورتيكويد، ولكن هنا دكتور مصطفى الغيري راه قلنا ملي كيكون التناول ديالهم تحت اشراف طبي والمده زمنيه محدده، فراه الاثار ولا الاضرار الجانبيه غالبا ما كتكونش. هنا المده تقريبا اللي كتكون اللي كيحددها الطبيب عاده، يعني في مشاكل يتكلمنا غير على ما هو بسيط مثلا اللي عنده علاقه بالحساسيه او كذا، شحال كتكون تقريبا باش ما كتشكلش خطر على الصحه ديال ذاك المريض؟ نعم، هذه النقطة المهمة فعلا في الموضوع، أنه أولا التشخيص وعلاش غنعطيو هذا الدواء، الانديكاسيون علاش غنعطيو، ملي كتكون مدة قصيرة هاد المشاكل كلها اللي تكلمنا ما كايناش، هادشي كامل هادشي فوقاش كيبان ملي كيتخذ الدواء مدة طويلة 3 شهور وما فوق. نعم. ملي كتكون أقل من 3 الأسابيع غالبا ما كيكونش هذا المشكل، وكذلك يمكننا نحبسوا الدواء يعني بسرعه. وكان هذا سؤالي دكتور ودغيري. نعم. واش ممكن طبيب على انه يحبس لي كورتيكويد في واحد الوقت ويرجع يعطيهم المريض من بعد؟ على حسب المرض اللي كيعاني منه، يعني عطيهم مشكل ديال الحساسيه او مشكل ديال الربو كنعطيوه الدواء واحد المده اللي هي 5 ايام كنا 10 ايام على ما الانسان كتحس الحاجه وكنوقفوه 3 شهور من بعد ولا 6 شهور وقع نفس المشكل يمكننا نرجعوه، وهنا ما كاينش مشكل لان عنده واحد المهمه دواء لكم اونتي انفلاماتوار يعني ضد الالتهاب وضد الحساسيه كتساعد المريض وكيحس بواحد الراحه كبيره. كذلك في بعض الحالات الناس اللي كيجيو عندهم مشكل ديال المفاصل ديالهم، التهابات في المفاصل ربما ديال الركبه خصوصا كتكون منفوخه، في بلاصه نعطيو الادويه لي كورتيكويد لي كومبريمي لا اقراص بواحد الكميه كثيره كنفضلوا اننا نديروا واحد الحقنه في الركبه كتحيد لنا الالتهاب وكتحيد الالم. هذه الحقنه كدار ما خصش تكثر من الانسان كثير، يمكن نديروها مره او جوج مرات في السنه ماشي كثير لان حتى كتقلب مضاعفات، ولكن كتحس ان الالتهاب كيحيد بسرعه وكيحيد الالم. هذه مساله مهمه. اذا باش نرجع للسؤال ديالك اخت عفاف، فوقاش كاين المشكل؟ المشكل هو الانسان اللي كيتناول الدواء بواحد المده طويله بكميه طويله وكيجيو يحبس الدواء بسرعه، هنا فين كاين المشكل الكبير، لان كنضطروا لان بعض الحالات امراض مزمنه كما قلنا دواء اللي هو عنده واحد الفعاليه كبيره. نعم، وهذا هو المشكل، ما يمكنناش نحبسوا في بعض الامراض خصوصا بحال نعطي بعض الامثله
في بعض الحالات ديال المرض الدئبه لو لوبوس او بعض الحالات ديال الساركويدوز او مشكل ديال بعض المرض روماتويد اللي بعض الحالات كنتقدوا يعني الدواء يقدر ياخذ واحد المده. فهنا ما عندناش حل اخر ان ناخذ الدواء مده طويله، ولكن خصنا نعرفوا ان من بعد كنحسوا ان المريض كيبدا يتحسن الحاله ديالو كنبداو نقصوا تدريجيا بشويه حتى كنوصلوا واحد لا دوز كنتسمى لا دوز مينيمال افيكاس، داك يعني الكمية اللي فعالة ولكن قصيرة والمضاعفة ديالها كتكون قليلة جدا. بالفعل تبارك الله عليك دكتور. وتغير هنا كذلك نشر واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف، بما انه ضرة وقلنا انها راه فعلا علاج اللي عنده فعالية، فالمريض كيعجبو الحال وكيقول لك انا لقيت راحتي على هذا الدواء، اشنو كيوقع؟ بعد المرات وانا شفت حالات وللاسف كنتاسفوا على هذه المسألة، الوصفة الطبية دائما عنده كيخدم بها يعني حياته كاملة ربما، في كل مرة كيتقاد ذاك الدواء كيمشي كياخذ الوصفة الطبية، وللاسف هنا حتى الدور ديال الصيادلة راه مهم بزاف. فالتاريخ اي وصفه طبيه راه عندها تاريخ يعني باليوم وبالشهر وبالسنه، فانت لما كتجيو كتعطي لك المريض وانت عارف الخطوره والاضرار ديال هذا الدواء على ذاك المريض، فهنا كتساهم في الهلاك ديال الصحه ديالو بطبيعه الحال. فالمريض هو دائما كيقلب على الحاجه اللي غادي تريحه، كيف ما قلنا ديك الوصفه الطبيه كتبقى عنده حياته كامله، فين ما كيتقاد ذاك الدواء كيمشي كيجيبو من الصيدليه دون استشاره طبيه نهائيا، وكينسى الاثار والاضرار الجانبيه واللي انت تكلمت عليها مشكور اليوم دكتور مصطفى وغيري. غادي نمشيو نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام، وارقامنا دائما مفتوحه وراهن اشارتكم من بعد ابتسام من فاس. غادي نتواصلوا مع ليلى على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك ليلى. صباح الخير. صباح النور. الا سمحتي ليلى الراديو اللي حداك طفي ولا بعدي عليه. واخا. شكرا لك ليلى. صباح الخير اختي، عافاك بغيت غير نستشر معكم. عندي واحد الوليد عنده 4 سنين دابا. كان كيكح بزاف تقريبا هذه شي شهر ونص، دينا عند طبيب اختصاصي عطانا تحاليل في اليد لقينا عنده الحساسيه. ابخي بقى كيشرب لي كورتيكويد مدة شهر ونص 10 ايام ما كيفوتوش الحال، كنردو للطبيب كيعاود يعطيه لي كورتيكويد كيشربهم الى يومنا هذا، راه يلا مذوب عليه واحد حبه ونص دابا. بغيت غير نسول الدكتور هاد شهر ونص اللي يشربهم بزاف واش تقدر تكون عنده شي تداعيات خايبه في الصحه ديالو؟ واش ما انا ما كيفوتوش الحال يعني كل مره كيبقى يكحب كنردو كيخرجوهم له في لوغدونونس. نعم. شحال دابا تقريبا المجموع ديال المده، شحال وصلت المده ليلى باش الوليد كياخذهم؟ تقريبا دابا امتى بدينا عند الاختصاصي؟ شهر ونص دابا باش بدينا عند الاختصاصي في الحساسيه. ودابا شحال حدد لك المده؟ شحال غيبقى ياخذهم؟ شحال حدد لك الطبيب المده؟ حاليا دابا صافي دابا 5 ايام، اليوم النهار الرابع اللي شربهم. ايه. والطبيب شحال قال لك؟ شهر ونص غير كيبدلوا لي لو نون ديالهم، وهما راه عرفهم الدكتور حبيبات كندوبهم. ايه. ولكن دابا الطبيب فاش رجعتي لعندو شحال قال لك المده ديال هذا الدواء غيبقى ياخذو الوليد؟ دابا قال لي خذيهم له 5 ايام. 5 ايام وحبسي. واخا. اذا كياخذ دواء واحد المده ويحبسو يرجعلو ربما 10 ايام ولا 15 يوم من بعد، ماشي طريقه مستمره. يعني دائما عندي هذيك الوصفه في الدار خصو ياخذها. نعم. واخا. نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله ليلى، شكرا اللي كنتي معنا من مدينه الدار البيضاء. نرجعوا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالها، ولكن ناخذوا حتى بشرى معنا من مراكش لانه كاين اتصالات كثيره. صباح الخير بشرى. حسنا. حسنا معنا منين مدينه؟ من مراكش. من مراكش. اهلا وسهلا. قالوا لي بشرى. اهلا وسهلا بك حسنا. الحمد لله. ربي يخليك علينا. الله يخليك. بغيت واحد يستشار مع الدكتور. مرحبا. عافاك دابا البنيته ديالي عندها 6 موا دابا، وبانوا لي فيها في الوجه ديالها واحد ليطاج حمرين بحال الشكل ديال الحزازه. اييه. ياك. ودوك ليطاج مين ديتها لافارماسي، السيده اللي شافتها مولات لافارماسي، يعني السيده ديجا عندها انفورماسيون في هذا الشيء ديال هادشي ديال الجلد وهذا. أيه؟ شافتها قالت لي هذيك حساسيه، خرجت لي لها واحد البوماد راه فيها واحد الباندا زرقاء. أيه؟ وقالت لي هاد البوماد تبعها يعني واحد 5 ايام متابعه، من بعد تبقى تنقصي لها لا دوز. أيه؟ مره كل 3 ايام، عاوتاني تنقصي لها مره في السيمانه. أيه؟ افكتيفمون داكشي اللي درت، بقيت كنتبع لها هذاك الشيء اللي قالت لي ديك السيده، ولكن لقيت باللي داك دوك ليطاج كيعاودوا يرجعوا. يعني غير كتوقفي هذيك البوماد كترجع. اه اكزاكتومون. غير تنوقف تيعاودو يرجعو. المشكلة دابا في الوقيتة اللي كنكون كندير ليها هادوك ديك البومادة كتكون كتغبر بحال ما كيكون والو عندها. اون فوا كنعاوتاني كنحبسها تيعاوتاني يرجع داكشي حمر في حنيكتها بجوج. وعندها غير في الحنيكات ما عندها في شي بلاصة أخرى. لا لا غير في الحنيكات. نعم. بحال مثلا دوك البليات أو الطيات اللي كيكونوا عند الوليدات في الدرعين ديالهم في الفخيدات. لا ما عندهاش. لا. في الركبة. لا. لا. واخا. نجاوبوا على سؤالك احسن. شكرا لك تواصلتي معنا من مراكش. نعم. قالت لي خصك تاخذي لها واحد الجل ديال الكورتيكويد. داكشي اللي اتصلت بكم اصلا وسمعت بلي شويه صعيبه ودابا هي عندها سيمو خفت.
نعم نجاوبوا على سؤالك احسن ان شاء الله. واخا ان شاء الله غير بقاي متابعانا وتسمعي ان شاء الله الاجابه على سؤالك. شكرا لك احسن من مراكش. نرجعوا للسؤال ديال ليلى دكتور مصطفى الودغيري بالنسبه يعني المشكل الوليد اللي عنده ربع سنين، المشكل ديال الكحه المده ديال شهر ونص، فهي دابا متخوفه من ذاك العلاج. اخر حاجه عطاها ليها الطبيب انه ديك الوصفه الطبيه يعني حبات كيف ما قالت كذوبهم في الكاس غياخذهم فقط المده ديال 5 ايام، ولكن هي متخوفه. وهنا غادي نمشيو للنقطه لان تقريبا غنجاوبوا حتى على حسن من مراكش دكتور الودغيري. لي كورتيكويد عند الاطفال واش نفس الاضرار والاثار الجانبيه اللي كتكون عند الاشخاص البالغين؟ يعني حتى هما ممكن مشكل ديال داء السكري يبان، ممكن مشكل في العين، ممكن زياده في الوزن او ديك السمنه، هاد الاعراض كلها ممكن تبان حتى عند الوليدات اللي كانوا كياخذوا هاد العلاج. نعم نفس الاعراض على حسب المده، يعني ملي كانت مده كتكون مده طويله العمر قلنا 3 شهور فما فوق. ملي كتكون مده طويله فعلا فكيقدر اي نفس الاعراض نفس يقدر المشاكل يقدر تبان سواء عند الطفل او عند الناس الكبار او ماشي مشكل ديال السن يعني نفس العرض. هنا باش ناكدوا ان المده مهمه، التشخيص مهم. باش نرجع للسؤال ديال الاخت ليلى والاخت حسنه، هنا اللي مهم هو نعرفوا بالضبط شنو كاين، لان اللي ما شخصناش نبقاو ناخذوا هاد لي كورتيكويد كوم هذا في هذا المشكل فين كاين، ان الانسان كيحس باس ولا لاباس يبقى ياخذ لي كورتيكويد، رجع مسكين عاوتاني نرجع له مره اخرى بدون استشاره الطبيب بدون متابعه ما عارفينش شنو واقع. فخصوصا كنتكلم بالنسبه للاخت حسنه خصها ضروري تشوف بالنسبه عندها 6 شهور تشوف عند ديرماتولوج، تشوف اخصائيه في اخصائي في الجلد باش يعطي الدواء يشخصوا شنو المشكل، واش عندها اون ديرميت سيبوريك، واش عندها حساسيه في الوجه، واش والمده. يعني هنا ما يمكنش نبقاو ناخذوا دواء في الطريقة عشوائية، لأن فعلا غنقدروا نعرضوا البنيته باقي الصغيرة لمشاكل صحية من بعد. هذه مسألة النقطة الأولى اللي مهمة. بالنسبة للأخت ليلى ربما الولد ديالها عنده مشكل ديال برونشيتازماتيفورم خصوصا في هذه التقلبات ديال الطقس الجو كيكون تعفنات كثيرة ويعني كيقعوا مشاكل كثيرة، فالطبيب كيضطر أنه يعطي الدواء مدة 4 أيام أو 5 أيام، ولكن كيحبسها كيحبسها واحد المدة عاوتاني. يعني ما كنظن ان ما كاينش مشكل بالنسبه للوليد ديالها، غتاخذ واحد المده فهاد المده هي قليله ما كاينش تاثير. نعم وخصو يزيد يبحث يشوف واش كاين حساسيه فعلا وشنو النوع ديال الحساسيه باش يحاول يدير دي تيست دو سنسيبيزاسيون باش يحاول من بعد يحاول يدير بعض ديال العلاجات باش ينقص من الحده ديال هاد الفاكتور اليرجي. بالفعل وهذيك التحليله هي اللي غتبين حتى المواد اللي عند هاد الوليد منهم الحساسيه باش يبعد عليهم كيف ما قلتي. غادي نمشيو هاد المره توصلوا مع ربيعه على الخط معنا. اهلا بك ربيعه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معكم ربيعه ايد فارماسيان. اهلا وسهلا بك ربيعه، مرحبا بك. الحمد لله كنشكرك بزاف دكتور. مرحبا. وطحتي لواحد المشكل ديال ان كاين لي زوردونونس فريمون كيجيبهم لينا. نعم. تقدر تكون من 2011. ايه وكيقول لك عطيني الدواء ياخذ عليها فوالا تيبقى كتقول لي احنا اصلا لي كورتيكويد ما تنصحوش بهم بزاف. وكاينين الامهات اللي مثلا راه عارف الميدسالي قوت دو موا خصهم يتلاحوا ما خصهمش يبقاو. أيه. كتبقى حتى لانه وكتبقى تعطيهم البيبي ديالها. نعم. نورمالمون هذاك راه مشكل خطير بزاف. ولي كوخت كتقول لك راه ما عطيتهمش له راه ما كيتنفسش راه تيبقى ليا ديما مخنوق. والناس اللي كياخذوا لي زوردونونس انهم قدام سيختو اللي زانجيكتاب راه الميدسا راه بلا ما نقول له نور عارفهم كل كنجو كيجي يدقها تيقول لك لا راه انا ما خديتهاش ما كنتنفسش. هي نورمالمون داك المشكل راه خطير يا دكتور. فعلا نعم بالضبط. فوالا هذا هو المشكل انا اللي بغيت نوصل للناس. تبارك الله عليك. نعم وشكرا لك ربيعه لانك تواصلتي معنا بالفعل لانكم انتم كتعيشوا هذه الحالات يوميا كيف ما قلتي. وصفه طبيه عنده من 2011 حنا دابا في 2015 كيجيبها لك وكيقول لك اعطيني هذا الدواء. للاسف انقطع الاتصال مع ربيعه ولكن مشكوره لانها تواصلت معنا. فحنا بالفعل شرنا المساله ديال الصيدلي لانه كيعيشوا على هاد يعني المشاكل يوميا. دكتور مصطفى الودغيري وصفه طبيه اللي هي قديمه كتبقى عند الانسان مده اللي هي طويله ودائما كيطالب داك الانسان اللي في الصيدليه وداك الصيدلي اعطيني هذا الدواء لانه انا ماشي مشكل هاي عندي وصفه طبيه يعني ما كيشوفش التاريخ. نعم. والحاله ديالك واش باقي كتسمح انك تاخذه ولا لا. فعلا وهذا المشكل اللي كنلاحظوا فعلا يعني هنا خصنا نحدوا الدور ديال الصيدلاني وديال المساعد ديال الصيدلي. هذه مساله مهمه ما يمكنش انسان مريض فين كاين الخطوره هي لوتو ميديكاسيون. هذه الخطوره هي دي انسان كيبدا ياخذ الدواء سواء كانوا لي كورتيكويد ولا لي زونتي انفلاماتوار مضادات الالم ولا بعد مرات لي زونتيبيوتيك كيعطيو دي ريزيستانس ولا الادويه اللي كتساعد على النوم ولا الحاله النفسيه انسان كيبقى ياخذها بواحد الطريقه اللي هي عشوائيه وطريقه مده طويله وكنلقاو مشكل باش كنلقاو صعوبه باش نحبسوا هذا الدواء هذا وكيولي
يعني خطا بالنسبه لك كتشكل خطا بالنسبه للصحه ديال الشخص. فهنا الدور اللي كيقوم به الصيدلاني في مواكبه وفي النصائح اللي يوجهها للمريض، لان ممكن الدواء ملي كيتعطى كيتعطى لواحد المرض معين واحد المده معينه بواحد الكميه معينه. ما يمكنش انا حيت هذا الدواء جا معايا واحد النهار وحسيت به على راحه غنبقى ناخذه دائما. ربما الامراض كتختلف، ربما هذا المرض وقع المرض مرض اخر. فهنا كان اللي كنصح الاخت ربيعه كمساعده ديال الصيدلاني وكتقوم بواحد الدور مهم واحد التواصل كبير مع المواطنين اللي هما متواجدين مع المواطنين، انها في هذه الحالات تحاول تنصح الناس باش يشوفوا الطبيب ديالهم باش يوجه باش يعطي شخص ويعطي الدواء المناسب بالكميه المناسبه. ما يمكنش نبقاو ناخذوا الدواء بطريقه عشوائيه، لان تكلمنا على الاعراض الجانبيه كثيره. واحد الاعراض الجانبيه خليتها حتى الاخر باش ناكد عليها، انها كتنقص المناعه. ومني كتلقص منها ان هذا الشخص اللي كيتناول الكورتيكويد بطريقه عشوائيه في اي الوقت كيولي متعرض للتعفنات في اي وقت، سواء لي فيروس سواء لي باكتيري سواء لي شامبينيون. فكيولي في اي وقت يوقع له ديزانفيكسيون باغ ديزانفيكسيون غراف تؤدي به بواحد الحال الوفاه. فما يمكنش ان نبقاو ناخذوا هذا الدواء اللي كتنقص لنا المعنى، لان هذا دواء ممتاز عنده فعاليه، ولكن خصنا نعرفوا نتعاملوا معاه بطريقه معقوله وطريقه اللي هي صحيه. نمشوا لبعض من الاسئله ديال المستمعين الكرام اللي وصلتنا عن طريق رقم 5080. دكتور ودغيري معنا اس ام اس عند مستمعه كتقول عافاك بغيت نعرف منك دكتور ودغيري واش الادويه اللي كتجري الدم حتى هي داخله في الكورتيكويد او لا. وانا بغيت نقول لك راه الطبيبه ديالي نصحتني الطبيبه ديال الولاده على انه خطر على حياتي الا حملت مادام كناخذ الادويه اللي كتجري الدم. بالنسبه للادويه اللي كتجري الدم ماشي ديال الكورتيكويد، نعم كنعطيو لان كتكون اما وقعت شي جلطه دماغيه او تجمد الدم في العروقه كيف ما تكلمنا في لي زارتير ولا في لي فين لي في لي بيت كناخذو في او بعض المرات كتكون اضطرابات في دقات القلب لان كنتخوفوا بالجلطات الدماغيه فكنعطيو هذا الدواء اللي كيجري الدم. هادو سون با دي كورتيكويد، ولكن مساله مهمه نعرفوا انه كاين تفاعلات مع لي كورتيكويد. الانسان اللي كيكون كيتناول هاد الدواء هذا وخذا لي كورتيكويد يقدر يوقع مشكل مع ذاك الدواء، لان كيولي يولي نقولوا المفعول ديالو كيولي قوي. فكيقدر انه اللي كانت واحد الكميه بسيطه ربما ديك الكميه بسيطه غتولي تخلق مشكل. بالنسبه لي كنتكلم على لي زونتيكوغيلون، فدائما انه دائما تكون استشاره ملي يعطي الطبيب لي كورتيك واحد المده، وديما يراقب المفعول داك ديال هاد الدواء اللي كيجري الدم لي زونتيكولون باش ما يصدقوش في المشاكل ديال جريان الدم ومشاكل الله يستر ديال النزيف. هي سولات الدكتور بدغري قالت على انه الطبيبه ديالها نصحتها على انه خطر على حياتها الا حملات، كتقول شنو هما المخاطر اللي غيكونوا عندي في الحمل وهي كتاخذ الدواء اللي كيجري الدم. صعيب باش نجاوب على السؤال لان ما عرفتش المشكل الاساسي علاش كتاخذ لي زونتيكوغيلون، واش مشكل مرض مناعه ذاتيه او ربما في هذا الاتجاه هذا خص تكون متابعه. وهو عاده الناس اللي كياخذوا الادويه اللي كتجري الدم شنو كيكون التخوف عند الاطباء من النزيف لا قدر الله وقع شي نزيف؟ بالضبط اللي كانت الكميه واحد كثيره ديال النزيف كنلاحظوها ملي كتكون كميه كبيره فكيولي الدم جاري بواحد الحاله خطيره ويقع نزيف داخلي نزيف الدماغ اللي هو كيقدر يكون خطير. فدائما تكون مراقبه مستمرة بتحاليل كيداروا يعني المراقبة كدار بواحد الطريقة مرة في الأسبوع أو مرة في 15 يوم بعد كتولي مرة في الشهر باش كنشوف واش الدم جاري ولا لا. راجعي لعندك دائما دكتور مصطفى الودغيري طبيب أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخ وخوف حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم. فاصل وراجعين ومرحبا بتواصلكم معنا أوفي أنا دائما على 05 22 46 72 50 51 أو 52. ما تنساوش كذلك الرقم 5080 كتبوا فقط كلمة صحة خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم في رسالة قصيرة اس ام اس للرقم 5080. اليوم حاضر معنا الدكتور مصطفى الودغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخة، فمرحبا بتواصلكم معنا كذلك الرقم 5080. كنذكركم كتبوا كلمة صحة خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. غادي نمشيو باش نتواصلوا مع ايمان على الخط معنا من تمارة. اهلا بك ايمان. صباح الخير اخت عفاف. اهلا وسهلا البرنامج. صباح النور مرحبا بك. الله يخليك. عندي سؤال دكتور. انا عندي مشكل ديال الحساسيه وكناخذ الدواء وكان انا من داك النوع اللي ما عزيزش عليا الدواء. الحساسيه اش من نوع ديال الحساسيه بالضبط وفينا ايمان؟ الحساسيه ديال الحكه وفي الجلد كامل. في الجلد ديالك؟ اييه. وكيعطيني عندي دي بوماد فيهم لي كورتيكويد وما كنبغيش انا لا الاقراص ولا كنشرب لمده ديال شهر كيحبس داكشي. اييه. فوا كنحبس الدواء كيرجع ليا كيبدا يرجع ليا داكشي ما عرفتش انا شنو غندير. واخا وانت عاده الطبيب الوصفه الطبيه اللي كيعطيك شحال كتكون المده ديالها ديال هذيك البوماد ولا الاقراص؟ مده ديال شهر تيقول لي من مده ديال شهر ورجعي. اييه. انا ملي كيرجع ليا عاوتاني داكشي ما صافي ما كتعاوديش ترجعي لعند الطبيب.
نعم وكتحبسي الدواء بوحديتك هكذاك مره وحده كنحسو حيت ما كنقدرش عاوتاني ملي كترجع ليا الحاله ديال الحكه بزاف وتهيج بزاف عاد عاوتاني كنعاود نشرب داك الدواء. نعم واخا ايمان شوبك ان شاء الله. شكرا اللي كنتي معنا من تماره. معنا اس ام اس من عند عبد الله. دكتور مصطفى الغيري كيقول لك عافاك دكتور جاوبني على سؤالي واش لي كورتيكويد مدره للبول. هو قال على انه ملي بدا كياخذ الاقراص فكيدخل المرحاض بزاف. اللي كاين هو انه يعني ملي كان المشكل هذا خصو يحتاط اللي خصو ضروري انه يمشي يشوف السكر في الدم ديالو درجه السكر لان ممكن انه كيف ما قلنا كتكون يبان مرض السكري ديابيت او انتوليرونس غلوكوز يعني كيقدر الدم كتولي الدات كتولي يعني مؤهله انه يبان فيها مرض السكري اللي ما باش ديك الوقيته ربما يبان واحد المده من بعد. فهنا كنصحوا السيد اللي عنده المشكل ديال التبول انه ضروري انه يمشي يشوف درجه السكر في الدم ويشوف واش ما كاينش السكري لان ولا غيقدر تسبب هذا المشكل ديال التبول. بالنسبه لايمان من تماره والمشكل ديال الحساسيه في الجلد يعني عندها حكه عندها هذه الامور كلها الوصفه الطبيه كيعطيها ليها الطبيب مده ديال الشهر وكنعرفوا دكتور ودغيري كاينين يعني الناس اللي كيكونوا مرض وكيملوا. نعم. وكيف ما قالت ايمان هي بالطبيعه ديالها ما كتبغيش الدواء نهائيا فغير شهر وكيف ما لما سولناها الدواء كتوقفوا بوحديتها يعني ديك المساله ديال انه الدواء كيتوقف تدريجيا ما كايناش نهائيا. نعم هنا في هذا المشكل انه يعني كاين مجموعه ديال الامراض المزمنه سواء تكلمنا على الحساسيه او مرض المناعه الذاتيه او مرض الروماتويزم او ربو الى اخره ما عندناش حل اخر. الطبيب ما عندوش حل اخر باش يعطي دواء غير لي كورتيكويد. ما كاينش ادويه اخرى عندها نفس الـ الـ يعني الفعاليه لان كما قلنا ان دواء اللي مهم جدا. وهنا ملي كنتكلموا على هذا الموضوع يعني احنا تكلمنا على الاعراض الجانبيه ديال الكورتيكويد وعلاش اكدنا على الاعراض الجانبيه خصوصا بالناس اللي كيتناولوا الدواء بصفه عشوائيه وكيمشيو للصيدليه ويمشيو يديروا لاسون بواحد الطريقه مستمره وكنصدقوا في هذه المشاكل. اما ملي كتكون متابعه مع الطبيب وكيعرف ان الطبيب ماشي غيجي يعطي الدواء كيسيطر على كيشخص وكيعطيك الدواء واحد المده معينه وواحد الطريقه كيفاش تنقص الدواء ماشي تجي تنقص الدواء لراسك. واش فعلا خص الاقراص ولا خص الدهون بالنسبه للمشكل ديال الجلد او امراض اخرى. فهنا كتكون متابعه والطبيب كيتحمل هذه المسؤوليه هذه. فين كيوقع المشكل المساله اشرتي لها اخت عفاف ان الانسان جامع الدواء ويحبسوا يبقى يتبعوا مده طويله بدون استشاره. ربما عندي حالات ان تكتب له الدواء جامعه وتشوفوا سنه من بعد. هذه مساله غير منطقيه ان انسان الدواء جامعه حيت حس براسو لاباس فوق ما يجي حرق في المفاصل او ربما تزيف جاته حساسيه ولا يمشي ياخذ لي كورتيكويد ربما ياخذ 5 ايام ولا 10 ايام ولا واحد مده يعني ما كتكونش متابعه. وقلنا ان الامراض كتختلف ربما الدواء اللي جامعه في الوقت هذا مره اخرى ما يجيش معاه ربما المرض خصو دواء من نوع اخر. نعم نمشيو للاس ام اس معنا من عند مستمعه اللي هي الهام من مدينه الدار البيضاء وكنظن الهام يلاه التحقت بنا في الاستماع لانك كنظن ما تابعتيش الحلقه. لو تابعتي الحلقه ما كنتيش غتسولي هذا السؤال. إلهام من مدينة الدار بدا كتقول أن عندي نحافة مزمنة دكتور بودغيري بغيت نزيد في الوزن ونصحوني على أنه ناخذ لي كورتيكويد واش كاين منهم شي أضرار وبغيت نقول لك على أنني مزولة المرارة. نعم هذا اللي نتاكدوا زي ما تاكدت كيف فائده نعم. هذا في بعض الاقاليم الجنوبيه نعم. لانهم كيلجؤوا لهذا الدواء بغرض نعم. زياده في الوزن بالضبط. حذاري حذاري من استعمال الكورتيكويد بالطريقه هذه باش الانسان يزيد في الوزن ديالو لان غنبغيو يعني نعالج واحد المساله اللي هي بسيطه ونخلقوا مشاكل صحيه كبيره وكبيره جدا خطيره جدا. فملي كيكون مشكل ديال النحافه ربما كاين اسباب اخرى ربما ممكن مشكل ديال اكتئاب او مشاكل صحيه عضويه اللي خصو يبحث عليها الطبيب او مشاكل مواكبه نفسيه الى اخره. واحد المجموعه ديال الامور باش نحاولوا نلقاو السبب ونعطيو العلاج. اما باش نجيو ناخذوا غير الدواء باش الانسان يزيد في الوزن فهنا غادي تسبب مشاكل صحيه كبيره جدا. تكلمنا على هشاشه العظام تكلمنا على ارتفاع الضغط الدموي تكلمنا على الكيلي لما كيتقاسوا القصور ديال الغده الكيلي اللي سميتيها الغده الكظريه فعلا لي سورينال. فهادو كلهم غادي نصدقوا في واحد المشكل كبير. غابت نشي واحد المساله اخت عفاف اللي سمحتي الناس اللي كيتناولوا هاد الدواء ديال لي كورتيكويد بصفه مستمره نعم. يعني ما عندهمش لين عليه ما كاينش بديل نعم. وكيجي واحد الوقت انه يمكن كيحس براسو لاباس وكيحبس الدواء. شنو كيوقع؟ عندك القصور ديال الغده الدرقيه لانسيسون سورينالين هنا ما كتبقوش تقوم بالوظيفه ديالها نهائيا. فكيحس انسان بواحد الفشل كبير بواحد العياء كبير كطيح لا طونسيون كيطلع البوتاسيون في الدات وكيوقعوا اضطرابات في القلب وقدر هادشي يوقع انغي كاردياك.
لكن مزيان كناكدوا على هذه المساله باش الناس يحتاطوا الناس ويعرف حتى في الجسم ديالو شنو كيوقع. نعم الناس اللي ما عندهمش بديل انه ياخذ كاين امراض كثيره وما نسخناوش حنا كاطباء ما يمكنناش نستغناو على الكورتيكويد ولكن خصنا غير ناكدوا على المده والطريقه والكميه ديال تناول هذه الادويه. نعم معنا اس ام اس اخر من عند مستمعه كتقول انا عندي المشكل ديال البوليارتريت روماتويد المده ديال 8 سنين هذه كنستعمل الكورتيزون عافاك شنو الاضرار على الجسم دكتور بدغيري المده ديال 8 سنين؟ بالنسبه للمرض الروماتويد فعلا الدواء هو كيكون تشوه على مستوى المفاصل ديال الصبعين. نعم باش نذكروا ان المرض الروماتويد هو مرض ديال كذلك ديال المناعه الذاتيه كاين التهابات كتقيس المفاصل جميع المفاصل خصوصا المفاصل ديال اليدين ومما كيكونش العلاج كيقعوا التشوهات في الاصابع في ديال اليدين وكذلك في الرجلين وكيكون الم قوي خصوصا الم في الليل دولا دو تيب انفلاماتوار كيكون الحريق كثير بالليل خصوصا بالليل ماشي في النهار والانسان ملي كينوض الصباح كيلقى راسو مزير ما قدرش يتحرك لو دي غوياج ماتينا خصو الوقت باش يلاه يتحرك. هنا باش ناكدوا ان لي كورتيكويد كنعطيهم خصوصا في البدايه في لابوسي ملي كيكون المرض يلاه يعني تجهد كنعطيو واحد المده معينه وكنحاولوا نحبسوه لان كنرجع بان هذا في الروماتويد ملي كنعطيو الدواء واحد المده وجيزه وخصنا نعطيو الدواء كيتسمى لو تريتمون دو فون الدواء اللي كيعالج الروماتويد ماشي هما لي كورتيكويد كاين ادويه اخرى اللي موجودين في الصيدليه وكاين كيساعدوا كثير انه يحبسوا التطور من ليفوليسيون ديال المرض كاين الدواء تريكسات اللي معروف وكاين لا بيوثيرابي حاليا كاين ادويه اللي كيدوزوا في السيروم اللي هو العلاج البيولوجي علاج بيولوجي مكلف ولكن الحمد لله يسون رومبورسي ودائما املنا انه يتعمم لانه بالفعل عنده دور كبير كذلك وكان اكتشاف اللي هو مهم في العلاج ديال بزاف ديال الامراض ولكن المشكل في التكلفه. نعم نعم دكتور بدغيري الا سمحتي معنا كذلك اس ام اس من عند مستمع كيقول انه مصاب بداء السكري هذه المده ديال 4 سنين عندي مشكل ديال الحكه وديال الفطريات في الجلد ديالي كامل وعندي حساسيه بغيت نسول عفاك دكتور بدغيري بالنسبه للناس اللي عندهم سكر وكيعطيهم الطبيب لي كورتيكويد واش ما كاينش شي تخوف؟ كاين تخوف استعمالهم في الحاله ديال داء السكري. نعم كيكون انسان عنده السكري مريض كسائر المرضى وعنده ربما جات شي حاله مرضيه ربما ربو شي كريز دازم او شي حساسيه قويه او شي مرض السكري كيكونوا معرضين حتى للالتهابات والتعفنات بزاف فعلا. فهنا الطبيب كيعطي هاد لي كورتيكويد شنو كيقدر يوقع ان السكري كي درجه السكري كتطلع في الجسم يعني ديزيكيليبر ديال الديابيت فهنا خصو الطبيب ضروري انه يراقب المريض ديالو خاص مراقبه يوميه ديال السكري في الدم وخاص دواء اما يعني الطبيب كيزيدوا في الدواء ديالو لان السكر غادي يطلع وتقدر حتى لا طونسيون تطلع لان الدواء اللي كيطلع كيديستابيليز هاد الامراض بجوجهم فكيعطي الدواء اللي الاقراص كيزيد فيهم وفي بعض الحالات كنضطروا ان نعطي واحد الكميه كبيره ديال لي كورتيكويد كنضطروا انه لان الاقراص ما كيبقاوش يعطيو واحد النفعه كنعطيو الانسولين واحد المده معينه ربما ديال 15 يوم المده اللي كياخذ الانسان يسمي فيها لي كورتيكويد ديال الانسولين كتقدروا بها نقادوا السكر احسن من لي كومبريمي. معنا كذلك اخر اس ام اس دكتور بدغيري من عند مستمع اللي كيسول على البيوثيرابي واش حتى هي داخله في لي كورتيكويد ولا لا هو اللي تكلمنا عليه العلاج البيولوجي. لا المفعول ديالها مخالف يعني مختلف على لي كورتيكويد ادويه اللي تم يعني اكتشافها في السنوات الاخيره اللي عندها واحد يعني حاله ديال يعني كيعطي ادويه اللي عندها نجاعه كثيره في الامراض ديال الروماتيزم امراض ديال المناعه الذاتيه بعض الامراض المناعه الذاتيه المفعول ديالها مختلف جدا كيبقى ان المشكل انه فعلا غير متوفره وماشي اي واحد يقدر نعم والتكلفه ديالها غاليه بزاف هي المفعول ديالها والطريقه ديالها ماشي هي ديال لي كورتيكويد. اخر اس ام اس عندنا من عند المستمعه الكريمه اللي هي ليلى كتسولك دكتور بدغيري كتقول لك عافاك واش الادويه الفاتحه للشهيه سواء اللي كتكون عن طريق اقراص او لا شراب يعني سيروم واش حتى هي داخله في لي كورتيكويد ولا لا الادويه اللي كتفتح الشهيه؟ لا ما خصوصا كنلقاو بحال شكل نوع ديال لي فيتامين او مكملات غذائيه مكملات غذائيه اللي كتفتح الشهيه ما كتكونش فيها لي كورتيكويد في الغالب كتكون غير دي فيتامين ولكن المفعول ديالها كيكون بسيط ومحدود ربما ذاك الوقت الفتره اللي الانسان كياخذها كيحس براسو لاباس وخصوصا كي عندها واحد مفعول خصوصا كنقولوا انه خصوصا مفعول يعني بسيكولوجيك يعني نفسي الانسان كياخذ الادويه اللي تعطي القوه ونفسيا كيستعد انه حالته غادي تحسن المفعول ديالها وجيس ماشي الف شكر لك دكتور مصطفى البدغيري طبيب اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه وشكرا لك على كل المعلومات اللي عطيتينا اليوم طبعا فيما يخص التوعيه الصحيه ديال لي كورتيكويد شكرا لك مره اخرى دكتور مصطفى البدغيري. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه ان شاء الله مواعيد جديده مع موضوع جديد دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال غدا لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد كانت معكم وراء الميكروفون وفاء فايز فندر رفقتني في الاخراج وسميحه كانت في استقبال مكالماتكم صبيحه سعيده الى اللقاء.